الحقيقة احنا بنتكلم بنقول ان اخر موعد لرمضان صبحي بيتقدم بيه بالرد على خطاب المنظمة الدولية للمنشطات يوم الخميس الجاي. خلاص شفنا تصريحات امبارح من الكابتن هاني سعيد فيها قسوة على الاعلان بتاع اتحاد الكورة، ربما عنده حق في كلمة ايجابية، يعني كلمة ان العينة ايجابية ربما عنده حق، بس انا شرحت لكم في اول الحلقة هي مش ايجابية لكن العينة فاسدة، بمعنى ان حدث تلاعب في البول وهو بول ليس ادمي وتم خلطه بشيء وبالتالي اصبح رمضان متهم اكبر. يعني ايجابية اهون، يعني الايجابية في ردود خدت ده وغلط عملت كذا، وشرحت لكم في بداية الحلقة من ان انت تعمل تلاعب في البول، وده اللي قالته المنظمة الدولية في خطابها. أنا معايا الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. دكتور إيهاب مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ محمد، رمضان كريم وكل سنة وحضرتك طيب وكل مشاهدينا. الله أكرم الله أكرم. كل أمنياتنا إن رمضان يخرج من مطب لأنه مطب صعب، هو في بعض الناس بتصدر أصله حصل أصل كلمة فاسدة دي معناه إن العينة بايظة فهناخد عينة تانية. طبعا الكلام ده انا شرحته خلاص في اول الحلقه، مش يعني مش محتاج اللي انت نتكلم انا وانت فيه يعني، لكن انا عايز اخد منك رد على التصريح اللي صدر امبارح المفاجئ لكابتن هاني سعيد، وفي اتهام واضح للسيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم بانه يعني لم يكتم سرا، كان واجب عليه انه يعمل كذا، وان هم هيقادوه مش هيسيبوه وهيلاحقوه، رمضان هيلاحقه، وانه ده يعني كلام الحقيقه مش عايز اكرره يعني. رد حضرتك طيب. كممثل لاتحاد الكوره، يعني خليني اقول يعني الاستاذ جمال طبعا بكل تاكيد رمضان صبحي واحد من اللاعبين المهمين جدا في الكره المصريه، واحد من اللي يعني الكابتن حسام زي ما يعني كلنا عارفين كان هيبنى عليه برضه خلال الفتره، وذكر اسمه يعني طبعا ذكر اسمه رسمي بعد مباراه كرواتيا. انا معاك ولا خلاف على موهبه رمضان صبحي سواء كان طبعا في النادي الاهلي او في نادي بيراميدز او في رحله احتراف الخارجيه طبعا، وان شاء الله باذن الله يعني يتجاوز هذا الموقف الصعب. نحن صعبه جدا جدا جدا. انا مع حضرتك. انا استاذ جمال لم يكن يقصد اطلاقا ان هو برضو يعني الامور دي، انا مع حضرتك تمام اللي هي بتكون امور سريه، والخطابات لما بتيجي من المنظمه الخاصه بالمنشطات بيبقى الجواب سري للغايه بكل تاكيد، لكن حضرتك شفت حاله اللغط اللي حدثت في الشارع الرياضي بعد ما اعلن كابتن احمد شبيرة عن انه عنده سبق في ان احد اللاعبين كذا، وبدات الاقاويل ده ايهاب الكومي ده الاستاذ محمد شبانه ده لا ذكر حسين الشحات وذكر مودست وذكر احمد فتوح وذكرت اسماء كبير جدا 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 جدا. هو ده اللي ممكن عشان الحاله اللي هي حاله الاحتقان اللي بقت في الشارع الرياضي، واللي كل الاتهامات بقت توجه لعدد كبير جدا من اللاعبين في القطبين وفي غيرهم، فيعني الاستاذ جمال عفويا قال اسم رمضان صبحي يعني، وده انا معاك ان هو المفترض ان الامور دي بتكون سريه لا يعلن عنها. بس انا على فكره كلمت الاستاذ جمال علام وقال لي كده نصا، وانا حتى قلت امبارح في الحلقه يعني قال لي خد بالك انه في حاجتين برضو مهمتين لازم الناس تبقى فاهماهم، ان هو عنده فتره زمنيه فقط لازم يرد، باقي منها 3 ايام يعني احنا ما نعرفش ان الجواب موجود مثلا بقاله 7-8 ايام. الناس ما تعرفش، الناس يعني فاكره جواب صدر النهارده وعنده لسه لا الجواب ما قاله مثلا 5 ايام في الاخر وهو ليه مهله تنتهي يوم الخميس مظبوط. فقال لي الراجل قال لي انا كان لازم يعني انبهه انه او انبههم انه لازم فعلا لازم يتحركوا بسرعه، دي نمره واحد. نمره اتنين اللغط اللي انت حضرتك اتكلمت عنه. نمره ثلاثه بيقول انه حاجه جت يعني هنخبيها ليه، ما هو في ناس قبل كده اتهمت وبرئت يعني في الاخر، وهو طبعا يعني الحاجه التكنيكال اللي جوه الجواب هو كرئيس للاتحاد مش معني بالشكل الطبي اللي ذكر جوه الجواب او التعبير فهو يعني هو قال ايجابيه لكن هي ما ذكرتش ايجابيه لكن فيها تلاعب في العينه، وانا شرحتها في اول الحلقه يعني ايه تلاعب، يعني ايه بول غير ادمي، يعني ايه الفكره يعني بول غير ادمي. زي ما حضرتك عارف استاذ محمد ان بيبقى بيتاخد عينه من اللاعب بتقسم الى ايه وبي، زي ما حضرتك عارف اذا سبب هي عينه واحده بتتقسم نصين فبيبقى وعمر ما بي كانت غير سي اي يعني عشان الناس تبقى عارفه. انا معاك لان عينه واحده في الاخر، هو يطلب العينه الثانيه على حسابه زي ما حضرتك عارف. لكن زي ما انت شرحت دلوقتي وقلت ان الحاله ممكن يكون فيها تلاعب، انا اتمنى ان شاء الله باذن الله. خد بالك لفظ التلاعب اصعب من الايجابيه، عشان العقوبه بتاعته التلاعب عقوبته 4 سنين ما فيهاش هزار. انا مع حضرتك وموهبه بحجم رمضان صبحي لا نتمنى اطلاقا اللي يكون مسارها، ان شاء الله باذن الله
يكون يا رب يعني في يعني. حل باذن الله، زي ما حصل قبل كده العدد من اللاعبين وتم بعد كده بس دي خد تدرج بالك بعض اصعب، مستوياتهم. دي فهي اصعب. دي حاله صعبه جدا، لكن انا برضو باكد مره ثانيه الاستاذ جمال علام بيكن كل تقدير واحترام لكل اللاعبين وكل الانديه بمفهوم نادي بيراميدز، ولم طبعا يكن يقصد اطلاقا ان هو يبوح بسر زي ده، لكن زي ما حضرتك قلت اللغط اللي كان موجود في الشارع الرياضي والاتهامات اللي وجهت لعديد جدا من اللاعبين، لكن ان شاء الله باذن الله يتم تدارك الامر ويكون في رد مقنع من خلال لجنه الدفاع اللي هتكون موجوده نادي مع الناس بيراميدز امبارح، المهمه. بعيد عن المشاعر والاحساس بتاع الاستاذ جمال علام ناحيه رمضان، لكن نادي بيراميدز عبر المدير الرياضي بتاعه كابتن هاني سعيد قال ان هو هيتقدموا بشكوى وسيقاضوا الاستاذ جمال علام. ما هو الترتيب اللي هيقوم به اتحاد الكوره؟ يعني خلينا ما نستبقش الاحداث، يعني ممكن دي برضو كرد سريع من كابتن هاني سعيد قبل ما يتبين له مثلا مأذيه الاستاذ جمال او ما حصلش منه مكالمات، اكيد هيبقى في اتصالات تليفونيه هيتم توضيح الامور من خلال الاستاذ جمال علام، من خلال القائمين سواء كان السيد ممدوح عيد او كابتن هاني او السيد الشمس ايضا في الامارات، بكل تاكيد هيبقى في اتصالات ما بين الجهتين الاثنين لتوضيح الامر. واحنا كلنا وحضرتك عارف واستاذنا في الحته دي كلنا في مركب واحد، يعني طبعا بالعكس انا عايز كل الناس المعنيه بفكره المناشطات تفكر كيف تساعد رمضان صبحي للخروج بس من احنا الازمه دي، ده يعني دورنا. اللجنه الطبيه في الاتحاد وفي اللجنه الاولمبيه وفي الوزاره، وحتى لو انا كان مع ناس كانت حضرتك في المكافحه، يعني ازاي نخرج رمضان؟ لان الموضوع صعب يا جماعه، الموضوع فعلا صعب، يعني عكس انا ما بعض بحب المواقع بتقول اصله كان في غلطه في العنف هنعيدها، اصله لا ده كلام يعني مش صح، يعني شوف الموضوع انا مع صعب. حضرتك ومع فكره حضرتك ان احنا كلنا لازم يا ريت نتكاتف نتمنى لاخراج موهبه بحجم رمضان صبحي من طبعا الموقف اللي هو موجود فيه، طبعا وكل لعبتنا برضو كلنا نتعلم من درس زي ده، لان برضو المواقف الصعبه دي يعني لازم كلنا نتعلم منها، واللي بيفوت علينا مره لازم ان احنا نترفاه بعد كده. فان شاء الله باذن الله بتكاتف الجميع سواء كان اللجنه الموجوده مع نادي بيراميدز، اللجنه الطبيه في الاتحاد المصري لكره القدم، في الوزاره، في الكل يكون في تكاتف ويكون في مذكره مشتركه عشان نقدر ان احنا ننقب رمضان صبحي عن المشكله دي ان بالظبط. شاء الله باذن الله.